ما أروع حديث العقول، ففيه جمال لا يشبه غيره، وجاذبية تتعدى الوجوه والملامح، وفتنة من النوع الذي يستدعي حواسك كلها، يستوقفونك في حوار ذو شجون لا يعرف الملل له طريق. جلستهم ليست مجرد وقت ويمضي، بل تنطوي الساعات فيها بتواطؤ عجيب فلا تكاد تحس لها وجود. وما بين سجال ونقاش وتجاذب للأفكار والآراء، تبتسم، تضحك، تلمع عيناك، وقد تصفق أيضا، متنقلا ومتأرجحا في مغامرة سمعية بصرية تفتح لك آفاق جديدة وتضيء على الجوانب المعتمة. حتى إذا ما غادرتهم لم يغادروك، بل يعلق بك منهم مزيج من البهجة والدهشة، كفيل بأن ينعش روحك ويوقظ بك ما كان ساكنا، ليحفزك ويرتفع بك لحالة من التجلي والشغف. قليلون هم من يدفعونك لترى الحياة من منظور جديد.